أخبار اليوم. عضو اللجنة الأولمبية التونسية، بنرحب بيك في شرم الشيخ، وبنقول طبعا دي مش أول مرة حضرتك تزور فيها شرم الشيخ، كل سنة حضرتك بتكون موجود متواجد معانا، بتشوف شرم الشيخ إزاي كل السنة عن اللي قبلها؟ هي شرم الشيخ بطبيعتها جمالها وحده ما شاء الله، عندكم بلد مصر، هو أنا بلد جميل وبلد العروبة وبلد الأصالة وبلد التاريخ، وشرم الشيخ تعطي حاجة أخرى لمصر، لأن يعني مصر معروفة كما قلنا على الثقافة وعلى الأهرام وعلى هوني، نقاو حاجة اللي هي مش موجودة في القاهرة وفي بعض البقايا التاريخية. هي مكان جميل جدا، وبالمناسبة هذه نشكر كل المسؤولين في شرم الشيخ وفي سيناء، في جوفرنور متاع سيناء، على الدعم اللي موجود للترياتلون وعلى النجاح اللي موجود في التظاهرة هذه، وحسينا لفما تحسن من كل عام، يعني من سنة لسنة في تحسن كويس. إذا السنة هذه أحسن من العام الفرط، من الفرط، وإن شاء الله نتمنى وزادة باش تكون العام المقبل يكون أحسن وأحسن، وإحنا تونس دائما موجودين مع مصر، وإن شاء الله تحيا مصر وتحيا تونس بإذن الله. حادث الطائرة المختطفة المصرية كان تأثير عليكم قبل ما تيجوا؟ والله انا نحب نقول حاجه للمصريين وللتونسيين، ما يلزمناش نهبطوا ايدينا، يعني احنا ننزلوا ايدينا قدام الارهاب وقدام الناس هذم اللي ناقصين وعي وناقصين ثقافه، لان يضروا بلد كامل، يضروا ناس كاملين. يعني احنا محتاجين باش ندعموا بلادنا، كل مواطن يزمو يدعم بلاده ويعاون بلاده ويقف مع بلاده، مش باش يضرها بالصفه هذه اللي يخلي البراني، يعني الانسان اللي يكون في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا يخاف باش يجي على مصر ولا يجي على تونس. احنا بالتظاهرات كما هذه سواء في مصر او في تونس نوريهم الا الحمد لله نجموا معناها نعملوا تظاهرات كما هكا وفيه الامان ما غير حتى اشكال، ونجموا يجيوا مرحبا بهم، ويلزمهم يجيوا لمصر ويلزمهم يجيوا لتونس، وان شاء الله الناس كل تفهم الا احنا ضد الارهاب في أي مكان، في أي مكان عربي ضد الإرهاب هذا، وإن شاء الله نقوموه ونربحه يعني وننشحه فيه بإذن الله. بطولة التراسل هذا العام وجود أندية، وجود منتخبات كثيرة، وجود دول أول مرة تشارك في هذه البطولات، شايف السنة دي الوضع بيختلف بدخول منتخبات جديدة ودول جديدة؟ بالطبع بالطبع، احنا نشجع كل الدول باش تجي تحضر معنا، وكما قال الأخ والصديق اللواء أحمد ناصر اللي هو يعني كل عام يكون أكثر دول موجودين، واليوم صبح 32 دولة موجودة هون، وإن شاء الله العام المقبل يكون أكثر فأكثر، وعندما يكثر الدول يكثر يعني الازدحام، وما يكونش سهل باش الإنسان يطلع ويهز ميدالية ذهبية أو ميدالية فضية أو برونزية. سؤال خاص بتونس، تونس طبعا تهمنا بالظبط زي مصر بالنسبه من ناحيه الرياضه ومن ناحيه السياسيه، شايفين الرياضه التونسيه الى حد ما مثل الرياضه المصريه خلال السنوات اللي فاتت اللي ضرب فيها الارهاب في تونس وفي مصر في تراجع، شايف امتى ان شاء الله تونس ترجع رياضه للرياضه العربيه زي ما مصر رياضه للرياضه العربيه؟ ان شاء الله احنا نتمناه، احنا يلزمنا نقولوا حقيقه، هو احنا تمسينا الرياضه تمست بعض الاشياء اللي وقعت في تونس وفي مصر، سواء في مصر او في تونس ضرينا بالشيء هذا. ان شاء الله اليوم بشويه بشويه ان شاء الله بدينا نرجعوا في المستوى متاعنا، وان شاء الله احنا ما يلزمناش نكونوا على الصعيد الافريقي والعربي بس كمصر وكتونس، يلزمنا نكونوا خاصه نشوفوا المستوى العالمي، لان ما همش خير منا، يلزمنا العمل والعمل والعمل. متشكرين جدا يا لطفي بيه، الله يعزكم، وتحيا تحيا تونس وتحيا مصر بإذن الله، وشكرا.